السلام عليكم ورحمة الله، وياكم قناة تعلم التهجي. اليوم عندي درس رياضيات، راح ناخذ كتابة الرقم 1 و2، كتابة الرقم 1 و2 وهم نحفظه، الواحد والاثنين. أول مرة ناخذ الواحد، هذا هيجي نكتب الواحد، سهل الواحد. هذا شنو؟ واحد. هذا شنو؟ واحد. وهذا واحد. زين، الاثنين شلون ينكتب؟ اثنين، هاي منا ومنا، هذاك هذا الاثنين. الاثنين شلون ينكتب؟ هاي هيجي، يلا هذا الاثنين هيجي ينكتب، وهذا الاثنين. اذا الواحد هذا والاثنين هذا، الواحد والاثنين هاي. راح ناخذ يومية رقمين، رقم الواحد اليوم ورقم الاثنين، تكتبونه بدفاتركم وتحفظوه، خاطر باكر نمتحن به. هذا الواحد وهذا الاثنين، ان شاء الله راح ناخذ قلنا يومية رقمين، وبالتوفيق يا ربي.